كنا نسابق الزمن حتى ننجز هذا العمل، وهذا العمل زي ما لاحظتوا أصبح تجربة على المستوى العربي، ومن كررها استفادت منه العديد من الدول، لكن الأهم من ذلك استفادت منه دائرة الإحصاءات العامة في بناء كوادرها اللي نفذوا هذا العمل بأقل كلفة ممكن. تعداد زراعي ينفذ بالحدود الدنيا من التكاليف، هذا شيء يسجل للدولة الأردنية اللي ساعدت دائرة الإحصاءات العامة أنه ترتقي بمستوى الكوادر البشرية والبنية التحتية اللي أصبحت في دائرة الإحصاءات العامة، يعني شيء يفتخر فيه. طبعا هذا التعداد راح نتناول جانبين، الجانب التعريفي في هذا التعداد والجانب الفني، إن شاء الله راح نطلعكم على كافة النتائج اللي إن شاء الله ستبين واقع هذا القطاع من حيث ملكيات الحيازات الزراعية، وأيضا من حيث خصائص هذه الحائزين الزراعيين، وأيضا الحيازات الزراعية وخصائصها. طبعا سنركز على الجوانب الفنية اللي استخدمناها في هذا التعداد، راح تشوفوا كيف انه فيما يتعلق في الجوانب الفنية اللي اعتمدوها الخبراء الإحصائيين والزراعيين في تعريفنا للحيازة الزراعية وتعريفنا للثروة الحيوانية والمعايير اللي استخدمت في عمليات الإحصاء، إن شاء الله ستطلع عليها. ففيما يتعلق في شمولية هذا التعداد شمل جانبين، الثروة الحيوانية وأيضا الثروة الزراعية. الثروة الحيوانية لها معايير، عدد رؤوس الماشية، إذا كان الشخص لديه حيازة زراعية بحدود 10 رؤوس من الأغنام أو 10 رؤوس من الماعز، هذا بدخل في الحيازة الزراعية. إذا شخص عنده عدد من الجمال، إذا بيبدو في الجمال في 1 زي ما بيقولوا الأخصائيين الزراعيين، وأيضا إذا كان شخص عنده بربي نحل أو أبقار أو طبعا إحنا أيضا في الزراعة شملنا الزراعات المنظمة، يعني الزراعات المعتمدة على مياه الري، مزارع الأسماك، مزارع الأبقار المنظمة، مزارع الدواجن، هاي لها معاييرها وشملناها. لكن أيضا إحنا فيما يتعلق في ملكيات الأرض الزراعية شملنا من يملك دنم فأكثر، إذا حيازتنا ومسحنا شمل الحيازة من دنم فأكثر، وإن شاء الله سنطلعكم على هذه النتائج يعني في بقية العرض. بالنسبة لمعايير التعداد اللي كانت تنطلق في شهر 3 أو في شهر 2 أو 3، عادة زي ما تعرفوا المواسم الزراعية الأردن هي موسمين زراعيات، الصيفية والشتوية. لذلك انطلاق للميدان كان لازم يكون بعد نهاية الموسمين الكاملين بشكل كامل، حتى لا يتم أي إسقاطات زراعات، يكون بعد في زراعات موجودة عندنا بشهر 3 بشهر 4. المناطق الصحراوية الآن الموسم الزراعي فيها تغير، صار في شهر 2 يزرع، في شهر 3 يزرع، في شهر 1، حتى لغاية شهر 6 يكون في زراعات. نهاية الموسم الزراعي المعتمد عندنا 31/7/2017. احنا انطلقنا في شهر 8 مباشرة بعد انتهاء الموسم الزراعي لعام 2016/2017. ايضا كان السؤال عن المرحلة كاملة، بالنسبة لسؤالك انه ليش تم على مرحلتين؟ في هذا التعداد بالذات تم الاستفادة من الاطر المتوفرة في سلطة وادي الاردن وسلطة المياه ووزارة الزراعة، حيث تم تقسيم العمل الى قسمين، قسم منظم وقسم غير منظم. الان القسم المنظم يشمل مناطق الاغوار ويشمل الأبقار والدواجن المنظمة، المزارع المنظمة. موسم الأغوار هو من المواسم التي تنتهي مبكرا، يعني في شهر 3 في شهر 4 ينتهي هذا الموسم، حتى تواجد الحائزين يكون قليل أو شبه معدوم في هذه المناطق. فتم استدراك هذه الفجوة الزمنية بأنه الباحثين نزلوا واستغلوا هذه الفترة، واستخدمنا كوادر الدائرة بدون تعيين من خارج الدائرة، الكوادر الأصلية للدائرة، وبلشنا في شهر 3 جمع البيانات عن الموسم الزراعي في مناطق الأغوار فقط وبالنسبة للأبار الارتوازية. وفي شهر 8 بلشنا في كادر جديد تم تدريبه وتأهيله للعمل عن طريق جمع البيانات من خلال المساكن، وكان الجمع عن طريقتين، المرحلة المنظمة وكان يتم زيارة الحيازة نفسها وأخذ جزء من البيانات المتعلقة بالحيازة وموجوداتها،
أما فيما يتعلق ببيانات الحائز وخصائصه عمره عدد أفراد أسرته، كل هاي البيانات كانت يتم زيارته مرة ثانية في شهر 9 بالتزامن مع العد من المساكن واستكملت البيانات، فصار عنده جزئين نبات، جزء منظم وغير منظم، لكن بالنهاية أثناء الجداول يتم استخراج الجداول بشكل كامل. لكن هذا التقسيم يفيدنا إحنا بالمساحات في المستقبل، أيضا يفيدنا بحيث إنه إحنا نعمل مساحات منظمة وغير منظمة تتناسب مع حجم العينة معها. بالنسبة للأخطاء الإلكترونية، السؤال الأخت عن الأخطاء الإلكترونية، إذا تم في أخطاء إلكترونية في العد، طبيعي الأخطاء تكون موجودة بشكل كبير، لكن في هذا التعداد زي ما حكينا في تجربة مستفادة كبيرة من التعداد السكاني 2015، يعني من 2015 لـ 2017 بلشنا، كانت فترة كافية للتعلم من كل الدروس، بحيث إنه حتى المبرمجين والعاملين في الميدان والدعم الفني اللي كان موجود هو نفسه اللي كان يشارك في تعداد 2015 شاركنا في 2017 مستفيدين من كل أي ثغرة أي خطأ كان موجود. بالنسبة لأخطاء البيانات كان زي ما شفتوا عرض قلت الدكتور، كان في عندنا برنامج متخصص باعتماد البيانات، يعني مش كل البيانات اللي كانت تيجي من الميدان كنا نعتمدها مباشرة وتدخل السيرفرات بصفتها بيانات نهائية. كان في عندنا كادر من زميلاتي وزملائي في مديرية الإحصاءات الزراعية، كادر مؤهل ومدرب أقل خبرة كانت 10 سنوات في هذا المجال، كان يدقق جميع البيانات المدخلة وإلكترونيا يعيد باستمارة ميدانيا، يعيدها إلى الميدان، يستلمها الباحث عن طريق إنه بيجي مسج إشعار ألارم إنه هناك استمارة فيها خطأ بعد التدقيق، فكان الباحث مباشرة يرجع للبيت إذا كانت المشكلة في المدة في البيانات، وإذا كانت مشكلة أخطاء إدخال اللي كنا نتجاوزها اللي تجاوزناها كثير في هذا التعداد، فكان يصلح الخطأ مباشرة ويرجع لنا إياه، أيضاً يعود إلى الكادر الفني يراجع مرة أخرى ويعتمده ثم يدخل إلى السيرفرات بشكل نهائي وبشكل دقيق ومدقق بنسبة 100%.